انا كنصحابك هذا الضحك اصاحبي، قسما بالله كنصحابك هذا الضحك. انت هادي اصاحبي، حنا جايين صاحبي موقع واحد كيف يدير تجوب بنادم عندك من فاني وبس ما كان والله ما يتصور لك بهذا. واش انا بيتوريني هذا ولا؟ تحيه لعبد الصمد الزلزولي، راه ولد مدينتي اخويا. السلام عليكم اخوان، صافا بخير؟ كلشي مزيان؟ صحتكم بخير؟ غبرنا عليكم واحد شويه عرفتي مع العياء والمرض. الله يجزيك. هذا ما كان بغينا نصوروا اليوم فيديو ديال المقلب ديال هذا الاسبوع. هذا حتى الكاميرا اللي قدامي خسرات، تصور بلوراني رضا. ها هو رضوان، رضوان كيصور حتى هو. هو يلا وجد الكاميرا. اخبارك؟ نعاود نسينا لوبجي جبنا الصغير. كيفاش؟ اخبارك نسينا لوبجي الكبير وجبنا الصغير. اش تهضر مني؟ انت الا كنهضر معاك بصح. قلنا لنا في الاول كاع ما نجوش لهنا صاحبي. انا كنسحب جيبهم بجوج اصاحبي، راه كنقلب دابا تنلقى الصغير. ويلي يا صاحبي انت. عندي باني وبي شي حاجه وكذا. الو احنا مراد اصاحبي وما فينا عادي عادي. لا ماشي كوكا صافي، الفيديو ديال اليوم خسروا لوبجي اصاحبي. كيف دير تجوب بنادم عندك من فاني وبس ما كان والله ما يتصور لك بهذا. واش انا بيتوريني هذا ولا؟ هذاك لوبجي تيجر بنادم من البعيد اصاحبي. انت لا ماشي تعصبت، دابا انت ما قلتي لي حتى وصلنا لهنا. هذا قلتي ما جيناش لوبجي. واش بقى انت راه اليوم شنو غدا؟ بعد غدا السبت انت شنو نبداو نديرو؟ حنا نبداو نهبلو والله. الا كان صحابك هذا الضحك اصاحبي، قسما بالله نصحابك هذا الضحك. انت هادي اصاحبي، حنا جايين صاحبي موقع والو. لا وقع قال لا ما وقع اصاحبي. ودابا الخدمه ديال اليوم باغا اوبجي يكون مزيان، تيزومي بنادم من البعيد اصاحبي. اش بيزومي لنا هذا؟ ضرب حتى تصور بايفون 14 برو. والله ضحكتيني يا زهر. ويلي كون قلت لي في الاول والله ما غنجيو، نخليو بعدا ناجلو ولا غادي يصور فيا هذا بحال زعما انت اساسا. هو هو اللي دار الفرق معاه. هو هو هذا شتي، هو هذا هذا موقع والو. لا وقع والو، كون قلتي لي في الاول ماشي مشكله صاحبي. دابا حنا راه معولين اشنو، راه بعد غدا خصك له حلقه كنديرو نبداو نبرقوا في عينينا ولا؟ والله اخويا ما عندك العقل انت. فرصه مناسبه باش تصور فلوج في العين. والله يا خوتي هذا والله ما عنده العقل، قسما بالله ما عنده العقل. حدك من اخوان اليوم غنصور عماد بن الشلال. وهذا والله ما عنده العقل، حدق منه كاين في عمر داير فيه الراسه. ضربنا واحد المسافه، هذا قال لك السيد راه ما غاديش نصوروا له في العين صاحبي. كتجي كتجي غير تصور في هذا اليوم مناسبه باش الدور الدويره. لا سي واش من دويره ولا ما دويره ساقيه. الله خويا عصبتيني قسما بالله. جي لي شويه تاوليتي شيف، كون قلتي لي في الاول ما غاديش نجي. والله ما غادي نجيو قسما بالله ما غادي نجيو. ولا على الاقل نمشيو فين فين درتي انت هاد لوبجي؟ فين درتي في الدار؟ فين خليتي في الدار؟ فين البلاصه؟ هاني هاني دابا شوف. وراه هانيه راه مادام جينا راه هانيه. راه هانيه. تجي اليوم بغينا نصوروا واحد البرانك، فاذا به رضوان ما جابش الكاميرا. اول حاجه اللهم ندير واحد النظره اكتشافيه على على المنتج ديال عين سردون. كنوجه لكم التحيه وعشر مبروكه. هو الناس اللي كيتابعونا معكم غير دعمونا بواحد لايك الفيديو واللي مال البارطاج، كنشكركم بزاف. غنحاولوا نبينوا لكم شي اماكن زوينه ربما تقدر تعجبكم، وبالنسبه للسياح اللي غادي يبقاو يجوا يشوفوا المدينه. يلا اكتشفوا معنا زيدوا اكثر. يلا كاميرا ما درتي حتى حاجه مزيانه، اللهم تبعني سيد. وبصراحه اليوم شفت عين سردون عامره بزاف، ربما مع العطله. وحتى اليوم جمع الاخر ديال ايام الاسبوع، داكشي باش اغلبيه الناس كيجيو يتساروا في عين سردون. والخوت بصراحه انا غادي نوري لكم المفاجاه اللي غادي نقول لكم اليوم. عرفتوا مع من غادي نكون تلاقيت؟ تلاقيت مع عبد الصمد الزلزولي. خويا الزلزولي هاني شكون زين؟ الله يحفظك ليا. شتي بخير هاني؟ الحمد لله. واش كتعاود؟ والله الحمد لله. وكتشوف الزلزولي اصاحبي. وين انت شاك كلشي تيقول لي اخو واش الخوادري ديالك؟ لا لا كيجيك؟ لا تيجيني ما تلعب. وهذا الشباب سبحان الله من عند الله. من عند الله هذا الشيء، انت تشوف اخويا كلشي تيقول لي ما فهمت والو. والله الا فاش شفتك دابا بارازار قلت لي واش الزلزولي؟ لا زعما انت على الدار. والله الا قلت شبيه لي قسما بالله. الله يحفظك اخويا. شنو سميتك انت؟ يوسف. يوسف متشرفين فيك تسكن؟ مسيره. بني ملال. اه دونك انت ولد بني ملال. تنشكرك. تحيه لعبد الصمد. تحيه لعبد الصمد الزلزولي، راه ولد مدينتي اخويا. ياك فهمتي؟ واه تقريبا راه في الصفا فين تيسكن. لا كيسكن في القصبه هو. ياك مزيان زرقة الجامعه. المهم تحيه لي من هذا المنبر هذا اخويا، وراه مشرفنا ومشرف المغاربه. و لا 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 الحمد لله. والله الا الزلزولي فاش كان صغير. ايوا تتلعب انت كره؟ ضروري. وي انت شاك دابا ما كاينش شي مغربي ما تيلعبش كور. الدراري صحابك تيقول لك الزلزولي واش حيت تشبه ليه ولا زعما غير تطلعوا عليه؟ لا لا كيفاش؟
الدري صعب كيقول لك الزلزال تتشبه. لا 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 تنشبه لي والله عندي الشباب ما شويه ماشي بزاف فهمت انا ما ردي البال وما ردي البال والله الا كتشبه الزلزال انت كاميرا الناس غادي يحكموا الا كان تيشبه الزلزال يخليو لنا في كومونتير ما كاينش يشبه لي انتم ديروا بحال ما كاينش نشكرك حسام الله يحفظك الحبيب الله يكبر بك الله يحفظك خوتنا والله الا الزلزال انا تصحاب واش هو قسما بالله الا قلت انا وقف عليه نقول لي نحيي على الماتش الاخرين اللي دوز كيف ما كتعرفوا بلي من البلاد الزو وبلاد النشاط يلا غادي نمشيو نشطوا معايا واحد شويه زيد زيد فانتازا زيد حتى لهنا تيكون سير الفيديو ديالنا دوزنا واحد الفيديو اللي هو عامر بزاف ديال المفاجات ضربنا دويره في العين تلاقينا مع الشباب ديال الزلزولي تشكركم بزاف على المتابعه الا كنتي تشوفوا هذا المحتوى ما عليكم غير دعمونا بواحد لايك للفيديو وخلينا شي كومونتير يكون زوين وفرجه ممتعه.